قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع 2000 صندوق من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة وصل الخير، ليصل إلى إجمالي ما يتم توزيعه 6000 صندوق في جميع مراكز وقرى المحافظة. جاء التوزيع ضمن قافلة وصلت المحافظة وضمن عدة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعا، وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع خلال شهر رمضان الكريم.